مشاهدينا الكرام، نتابع معكم هذا البث المباشر على طريق المصنع بالقرب من الحدود اللبنانية السورية. أهالي مجد العنجر قرروا التجمع هنا للإعراب عن غضبهم بعد المزرة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين الأبرياء بعد قصفها لمستشفى المعمداني في قطاع غزة. وهنا الأعلام الفلسطينية ترفع تعبيرا عن هذا الموقف. كلمة من شيخ المنطقة. شباب خلونا نسمع شوي. نذكر هيدا البث المباشر من على طريق المصنع. ما حدث في فلسطين مروع بكل المقاييس وبكل المفاهيم. شو الرسالة اللي رح توجهوها اليوم كأهالي مجد العنجر؟ مجد العنجر معروفة بنخوتها، معروفة بإبائها، معروفة بشرفها، معروفة بأنها لا تنام على الضيم، أنها لا تنام على الضيم. ولذا لما رأت هذه الجروح وهذه المجازر الغير مسبوقة في حياتنا المدنية المعاصرة، وجدنا أن من واجبنا كما هو من واجب كل إنسان حر مهما كانت ديانته ومهما كانت نحلته ومهما كان دينه، وجب عليه في العالم كله أن يرفع الصوت عاليا في وجه هذه الطغمة الظالمة من الرؤساء والحكام العرب الذين يجب أن ندينهم ونستنكر أعمالهم قبل أن نستنكر على العدو الصهيوني، لأنهم هم الذين سكروا هذه الحدود في وجوه الأمة العربية واستعملوا كل هذا السلاح الذي خزن في مستودعاتهم وفي خزائنهم، استعملوه للأسف في مقابل الشعوب ضربا وإهانة وعدم أي اعتبار للإنسانية في هذه الفترة التي نعيشها. لذلك كان لزاما على الأمة العربية والإسلامية أن ترفع صوتها في هذا اليوم، خصوصا بعد هذه المجزرة المروعة، وهي ليست خاتمة المجازر وليست أولها. فاعتدنا على هذا الكيان الغادر لأنه رأى الشعوب ورأى أيضا الحكام قد ناموا نومة طويلة، ولذا قاموا بفعلتهم ولم يبالوا بأي نوع من أنواع حقوق الإنسان ولا شرعة الأمم المتحدة. تكبير الله أكبر. نقول لهم إن هذه الهزة في غلاف غزة أيقظت منا شبابنا وأيقظت فينا الضمائر وأحيت فينا الأرواح لنعود من جديد. جيش محمد بدأ يعود. نقول لهم وبالفم الملآن إن قيامكم في هذه المنطقة له حد وله عد، وبدأ العد العكسي، وبدأت بإذن الله تعالى دقت ساعة الصفر للعودة إلى الوراء لهم والعودة إلى الأمام لنا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خرجنا ولن نعود. خرجت الأمة العربية والشعوب العربية ولن تعود إلى مخادعها التي كانت فيها تنام. فقد ذكروا أن جولدا مائير رئيسة الكيان الصهيوني في فترة من الفترات لما أحرق المسجد الأقصى باتت تنتظر ولن تستطيع أن تنام، وهي تظن أن الأمة الإسلامية ستقوم قومة واحدة. وعند الصباح أخبرت بأنه لم يتحرك أحد فنامت ملء عينيها وما زالت تنام، لأن الأمة العربية نائمة. أما اليوم هذه حماس رفعت رأس العرب عاليا ورفعت رأس المسلمين عاليا
لأنها قامت بغزوة فريدة من نوعها في التاريخ. يقول أحد العساكر، أحد الضباط الصهاينة، يقول أنا خدمت 47 عاما في الكيان الصهيوني في الجيش الدفاع الإسرائيلي، ما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي، والذي أصبح اليوم بفضل الله تعالى ورقا وكرتون أمام هذا الإعلام الذي كان يصوره بأنه أعظم جيش في العالم. هذا الضابط يقول إننا نشهد أقسى شعب اليوم في العالم، وإنني قد قرأ عن المعارك وقرأ في التاريخ، ولن يقرأ في المستقبل عن هذه الحالة التي حصلت في يوم 7 أكتوبر في يوم السبت. إنه يوم السبت لأنه أول أيام أسبوعنا. نعم، الجمعة اعتدنا على أن نصليها وهي عيد للمسلمين، لكن بعد العيد عدنا إلى ما كنا عليه، ولن نعود إلا بإذن الله تعالى ظافرين منتصرين، واقفين مع هذا مع هؤلاء الإخوة الذين يسطرون في كل يوم ملاحمة في البطولة والبسالة. ذهب أحدهم وكلهم ذهبوا إلى عمق الكيان الصهيوني، وكأن كل واحد منهم كان على مواعيد من الحب، ولكن حب ماذا؟ حب الجهاد في سبيل الله، وحب الاستشهاد في سبيل الأقصى وفي سبيل الله عز وجل. كرمال نسمع الكلمة لو سمحت. خلاص حالة تنديد واضحة قبل الأهالي. مجد العنجة تفضل. الأقصى لنا ولكم هيكلكم، هيكلكم سيظل مركوزا في المستودعات التي صنعتم فيها 6 ملايين حجر مرقمة، وعليها حراسة أكثر من مفاعل من حراسة مفاعل ديمونة. هذه الحجارة مهيئة ومنحوتة ومرقمة لكي يبنوا هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى. نقول لكم مهما لهم، مهما فعلتم من حفريات تحت المسجد الأقصى، ومهما تفعلون، فإنكم بإذن الله تعالى لن تقيموا هذا الهيكل، لأن هذا المسجد باركه الله عز وجل وبارك ما حوله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأنتم أيها الشباب، أنتم في أكناف بيت المقدس الذين حدث عنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمة ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي وعد الله. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. ونحن هنا في بلاد الشام، بلاد الشام هي الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين. هذه بلاد الشام هي بلاد مباركة باركها الله، وفيها يكون المحشر، وفيها يكون المنشر، وفيها يقتل زعيمهم الدجال على يد سيدنا عيسى وعلى يد المهدي عليه السلام. نوجه خطابنا إلى جميع الأمة العربية بأنه قد فات وبات وقت النوم، ولا نوم بعد اليوم. على الأمة أن تكون يقظة، على الأمة أن تكون متيقظة، على الأمة أن تكون مستعدة. ونحن في شعار الكشاف يقولون كن مستعدا، فاستعدوا يا شباب ليوم الزحف الأكبر، لأن الله تعالى وعدكم بالنصر، والله تعالى قال ولا ينصر أن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، أيضا هذا المشهد يا للعار يا للعار يا للعار على طريق الأصنع. نبديك يا أقصى بالدم، نبديك يا أقصى بالدم، نبديك يا أقصى بالروح بالدم، نفديك يا أقصى بالروح بالدم، نفديك يا أقصى بالروح بالدم، نفديك يا أقصى يا للعار ويا للعار يا للعار ويا للعار يا للعار ويا للعار يا للعار ويا للعار. حكام العرب دشار، حكام العرب دشار، حكام العرب دشار، حكام العرب دشار.
بالدم نبديك يا اقصى بالروح بالدم نبديك يا اقصى بالروح بالدم نبديك يا اقصى بالروح بالدم نبديك يا اقصى اسمعوا لي خيبر خيبر يا يهود محمد سوف يعود جيش محمد سوف يعود بدأ يعود قل لهم بدأ يعود جيش محمد بدأ يعود جيش محمد يا يهود جيش محمد بدأ يعود جيش محمد بدأ يعود شو كلمة شباب حسين بالريحانية في حالة غضب شباب لو سمح كيف بتذكر هيدا البث المباشر في غضب كبير يعني من الصعب السيطرة على غضب الشباب واللي منتفهمه طبيعة نسبة للجريمة المروعة اللي ارتكب الكيان الصهيوني كيف تلقيتوا خبر استهداف مستشفى المعمداني بقطاع غزة صار النوم من عيوننا وعيون الشباب الذي تراهم وذلك للألام الشديدة التي يعني حلت بأهلنا في غزة حيث لم يبقى لهم مكان يدفنون فيها ضحاياهم وما زال كثير من الضحايا ونتائج هذا الإجرام موجودة تحت الأنقاض وهذه الترسانة الصهيونية لم تفرق بين مسلم ومسيحي ولا بين إنسان وآخر وهذه كلمة المعمدانية يفهم منها بأنها الأكثر الذين يحيطون بها هم من المسيحيين فإذا هذه الجريمة النكراء التي لم يكن ليكون لها مثيل أو نظير لا في العالم الحديث ولا في السابق هذا دليل على أن هذه الغطرسة التي تقوم بها تقود بها نفسها إلى حتفها إسرائيل الكيان الصهيوني يقود نفسه يمشي إلى حتفه بظلفه بإذن الله تعالى ولا رب ضارة نافعة هذا الذي أيقظ الآن هذه الشعوب العربية لكي تقوم بواجبها حتى تلزم الحكام بأن يستعملوا كما قلت هذا السلاح الموجود بين أيديهم ليستعمل فيما جلب من أجله وفيما عسكر به من أجله وفيما خزن به من أجله لذلك لا نرضى أن تكون بعد اليوم أن تستعمل هذه الأسلحة في وجه الشعوب والمحافظة على الأنظمة هذه الأسلحة من دم الشعب ومن عرقه فمن واجبنا من واجبهم هم أن يستعملوه في المكان الصحيح المكان الصحيح هو القتال في العدو في مواجهة العدو الصهيوني ونقول ألا يوجد في هذه الجيوش العربية رجل كجول جمال تسمع بجول جمال الطيار الذي نزل بطائرته في مدخنة حامدة الطائرات يومها هو نزل بنفسه هذا من عمل انتحاري بسموه ما شئتم إذن أليس في الجيوش العربية صاحب نخوة صاحب نجدة يطلق ولو صاروخا يا أخي يطلق صاروخا وليكون واحد وليكون مستشهدا في مثل هذا المال يطلق صاروخا مما بين يديه في اتجاه كما فعل صدام في تلك الفترة الذي ضرب إسرائيل ضرب الكيان الصهيوني بكثير من صواريخ سكود وقد سمعنا له كلاما منذ قليل بأنه يتمنى أن يكون جنديا في الجيش الذي يغزو الكيان الصهيوني ويحرر القدس نعم شكرا جزيلا تكبير تكبير بختام هيدا البث المباشر هذه اللقطات لصالح صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي عبر فيسبوك على طريق المصنع بالقرب من الحدود اللبنانية السورية نحن قريبون جدا من الحدود وأهالي مجد العنجر نظموا هذه الوقفة للتعبير عن غضبهم بسبب المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأبرياء في فلسطين شكرا على مشاهدة هذا البث المباشر كان معكم عبدالله بعلبكي والزميل محمد الشيخ